سؤال، لماذا الذي يموت في أسبوع الآلام لا يصلى عليه؟ أنا عايز أقول لكم المناسبة دي حاجة مهمة عشان تاخدوا بالكم منها. أنتوا جاي لكم بعد أسبوع عبارة عن ثلاث قداسات مهمة جدا. قداس جمعة ختام الصوم وبيتنوكوا فيها بالزيت المصلى بتاع المرضى عشان لو مرضت في اسبوع الالام يبقى اديك ادهنت بالزيت قبليه. وقداس احد الشعانين فرح بدخول المسيح الى اورشليم، وبعديه جناز العام لكل من يموت في اسبوع الالام يبقى الجناز ده يحل محله. يعني ان كان حد فيه كناوي ربنا يديكوا طول العمر وتستفيدوا من الجناز العام بدون ما ينطبق عليكم يعني. وفي القداس الثالث قداس خميس العهد، وده يمثل مبدأ القداسات كلها في العالم المسيحي. فخلي بالكم من الثلاثة دول. ومع ذلك قانون الكنيسة لم يقل ان الذي يموت في اسبوع الالام لا يصلى عليه. وفي كتاب دلال اسبوع الالام تلاقوا فيه صلاة على اللي يموت في اسبوع الالام، بس القانون ان لا يرفع عليه بخور. يعني ما فيش رفع بخور يوم الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع، الخميس ممكن، يوم الجمعة الى اخره. فيبقى موجود صلى ليه، يعني يدخل الجسد يحضر صلاة البسها، وفي قطعة معينة كده تقال عليه لكن لا يرفع عليه بخور. الاباء الدهنة الموجودين معانا والاباء الاساتذة يشوفوا القطعة دي اللي موجودة في كتاب دلال اسبوع الالام.